دليل على فساد الأصل، حتى دخل على جماعة، التفت إلى العبارات، التفت إلى العبارة، حتى دخل على جماعة، مو فرد، فرد فرديا، جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ، شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق. هذا من الذي يقولها؟ أنا وياكو كلمات، أنا ما نقلت إلا من شيخ طوسي. تتصور إذا الآن والشبهات الآن أقل من ذاك الزمان، لو أكثر بينكم وبين الله، وذاك الوقت الشبهات موجودة في بطون الكتب ومن يقراهن. الآن ماذا؟ 400 فضائية تحارب مدرسة أهل البيت. من لها بينكم والله، بينكم وبين الله؟ لها كتاب النجاسة في الحوزات العلمية، لها أولئك الذين وضعوا رؤوسهم كالنعامة في التراب، وللبيت رب يحمي. هذا ينفع؟ ما هي وظيفة العالم في عصر الغيب؟ بيني وبين الله هؤلاء عرفوا زمانهم، فلهذا دخلوا المعركة ولم يدخلوا، دخلوا وحفظوا لنا التراث. أما أنا وأنت ماذا نفعل؟ ما هي مسؤوليته؟ قال حتى رجعوا عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا أبا عبد الله يذكر فلانا، يجيب اسم، كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة. طبعا من يذكر اسم ما يذكر فد واحد بقال أو فد واحد عامي، وإنما يقينا دي يذكر ماذا؟ فد واحد له وجاهة علمية، وإلا فد واحد عامي روحي. هذا مش المشكلة، مو مشكلة هذه المشكلة. الآن واحد افترض من الأعلام ويصير شنو؟ يبطل عن إمامة، شنو تأثير؟ ها واقعا كبير. افترض واحد من الذين الآن يسمون مراجع وصار كذا، شنو؟ شو يسوي بالطائفة بينكم وبين الله؟ شو يسوي بالطائفة؟ يتهتز أو ما تهتز؟ وتهتز. ولهذا مضطر أنه الشيخ الطوسي يجيب اسمه. كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الحديث. إذن خطورتها شقد هذه؟ وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصير. وهي قراءتك أنت فهمك، ويقول له على بصيرة دخلت وانتهيت إلى ماذا؟ هذه قضايا نسبية. من اللي إحنا ما عجبنا نقول شنو؟ على غير بصيرة. هو يعتقدك أنت على ماذا؟ على تعصبك. هذه ما تنحل هذه. تعالوا هاي اللغة نرفعها بمجرد تقول لا هذا ايش كلش مفتي. ما يصير هالشكل. هذا اشكاله. عندك جواب قول هذا يجب. يقول لك ما اعتقد، تقول له والله بعد ما عندي غير هذا. تريد تعتقد اعتقد. ما تريد ان تعتقد شنو؟ لا تعتقد. اذا تشوف حجتك تامة امام الله لو روح على مبانية ما عندي مشكلة، هذا يروح للجنة ما عندي مشكلة، لانه هذا قاصر. يعني بعد البحث والاستدلال اذا انتهى الى امر خطأ كل اشكال اطمئن من اهل الجنة. كل مشكلة في من؟ في المقصر والذي لا يبحث، لأن الاختلاف في الفروع إلى آخره. إذن أعزائي خطورة هذه القضية فيها، التفتوا لي جيد، وما لم يلتفت إليها فيها مخاطر كثيرة.